رينارد معترف، أعلن أتحمل المسؤولية، معترف أنه في خطأ. وين أخطأ رينارد اليوم؟ أولا يعني شيء جيد أن المدرب يخرج ويتحمل المسؤولية، حتى لو كان اللاعبين يتحملون جزء أكبر، ولكن لتخفيف الضغط وأيضا لإعطاء اللاعبين مجال لتصحيح الأخطاء، لأنه ضغط اللاعبين وضربهم بالنتيجة وجعلهم في مواجهة الجمهور، أعتقد أنه هذا ليس بالتصريح الجيد. طبعا رينارد يتحمل جزء كبير مما حدث اليوم. احنا الآن أول شيء نتكلم عن الوضع اللي فيه المنتخب السعودي. احنا الآن في أزمة حقيقة، أزمة من ناحية المركز وأزمة أيضا من ناحية الأرقام. ليست القضية فقط أننا خسرنا وإحنا مستوانا جيد، لا، احنا خسرنا وكان مستوانا سيء. احنا الآن يعني صراحة 6 نقاط من 6 مباريات يعتبر رقم لم يحصل في تاريخ السعودية، وأيضا قضية أنك تستقبل 6 أهداف وأيضا لا تسجل إلا 3 أهداف، إذا هي أزمات. تخيل أن المنتخب الأندونيسي الآن حصل على 6 نقاط 4 مقابل المنتخب السعودي، لذلك الأزمة كيف تدار؟ أول شيء تدار بالهدوء، يعني الضجيج الزائد واللوم وقضية أنه يجب أن نعرف من المخطئ. أنا من وجهة نظري في تصحيح الأخطاء لا تركز على من عن المخطئ، بل ركز على الخطأ لتصحح الخطأ، لأنه إلقاء اللوم لن يفيدك بشيء. أنت الآن في معمعة التصفيات والأمل موجود بشكل كبير، حتى أنا أرى أنه الأمل في تصحيح المباريات الأربع القادمة أقوى بكثير من استقبال الثوالث من المجموعات الأخرى، لأنه لو تلاحظ المنتخبات هناك قد تكون أصعب. إحنا الآن بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني، إذن الفوز في مبارياتنا القادمة بصرف النظر عن نتيجتنا مع اليابان هو يؤهل المنتخب السعودي. إذن يجب أن نتفائل ويجب أن نفكر في قادم الأيام كيف نستطيع أن نعبر، هذا رقم واحد. إذن هذا هدفنا الأول. 2، يجب أن نعرف الأخطاء اللي حصلت من بداية المشوار إلى الآن. نعم هناك مشكلة في أن اللاعبين لا يمثلون، ولكن هل اللاعبين اليوم اللي في الملعب يلعبون بنفس مستوياتهم اللي نعرفها في الدوري السعودي؟ بلا شك لا. ليست القضية فقط أنهم كانوا على دكة بدلاء، لا، اليوم شفنا أخطاء. أنا أقول لك ليه، لأنه اليوم شفنا أخطاء من لاعبين لم نعتدها منهم، وكان شكل المنتخب السعودي حقيقة باهت، وأيضا لا يوجد داخل الملعب وضوح لعمل المدرب. حتى بداية المدرب بدأ بداية غريبة جدا، يعني مثلا محمد القحطاني لاعب صغير في السن وتشركه في مباراة مثل هذه من البداية، أنا أرى أنه خطأ. صحيح أنه محمد ما كان سيء، ولكن المجموعة بشكل عام لم تسعف ولم تستطيع أن تساعد نفسها. أيضا يعني مركز 6 نعرف أنه من المراكز المهمة جدا في إيقاف الفريق المنافس. فيصل الغامدي ما يلعب في المركز هذا، أنت وضعت فيصل الغامدي في حرج، لأنه فيصل لم يستطع أن يؤدي في مكانه، وأيضا لا يجيد المكان الذي وضع فيه. هنا خلل آخر. أيضا المشكلة الأكبر أنك شاهدت الشوط الأول وكان واضح أن المنتخب السعودي يعني يستحوذ بإرادة المنتخب الأندونيسي. يجب أن نعرف المنتخب الأندونيسي كان يلعب لإيجاد مساحات ل7 لاعبين سريعين يندفعون في هذه المساحة. إذا هو وضع لنا الطعم وإحنا شربنا الطعم. كان المفترض أنه يكون المنتخب السعودي طريقته وأدائه متزنة، وليست بالشكل القوي اللي يستقبل فيها هدفين، يعني خطأين أنا أحملها المدرب. أيضا مصعب الجويد أفضل لاعب يلعب في منطقة المناورة، يعطيك أفضلية على المنافس، وأيضا يلعب الكرة النظيفة ويعطيك السهل الممتنع الغير موجود في المنتخب السعودي، أبقيته على دكة البدلاء. مجموعة أشياء نتمنى إن شاء الله أننا نتجاوزها. نعم عندنا مشكلة، نعم عندنا مشكلة اللاعبين اللي يشاركون مع أنديتهم، ولكن المشكلة أن اللاعبين لا يشاركون ليست لأنهم ظلموا أو لأنهم مثلا لم يعطوا فرصة، لا، هناك لاعبين مثل مثلا تكلم عن سالم، عن سلطان الغنام، تتكلم عن لاعبين كثير يستطيعون يشاركون. ليش؟ لأن مستواهم عالي، فلا نقف مع اللاعب المستوى ضعيف. إحنا نريد مجموعة لاعبين سعوديين قادرين على اللعب في مثل أجواء الدوري السعودي الحالي، لا نرجع خطوات للوراء ونطالب بتقليص العدد، لا، أنا أطالب بأن اللاعب السعودي يكون قادر على مجارات اللاعب الأجنبي الموجود. إذا كنت تريد تحقق آسيا، تحقق كأس العالم، ارفع الرتم عندك حتى لو عانيت فترة، لكنك ستنتج لاعبين قادرين على اللعب في دوريك القوي، ثم بعد ذلك المنافسة على كل البطولات. ليست المشكلة أني أنا يكون عندي فترة دروب، المشكلة أن أستمر 40 سنة فقط أتأهل لكأس العالم. خلاص 40 سنة المنتخب السعودي يتأهل، أوكي تأهلنا 6 مرات، وبعدين أنت تطمح لأفضل، تريد أن تكون في كأس العالم رقم صعب،
يجب أن تضحي ويجب أن تعمل العمل الصحيح، وهو أن يكون عندك لاعب قادر على أن يلعب في كأس العالم ليس في الدوري السعودي الذي تريد أن تقلص العدد لكي يجد مساحته. المشكلة ليست أنهم لا يلعبون، المشكلة أننا لا ننتج لاعبين قادرين على الأداء بشكل أفضل في المحافل الدولية. الخسارة من اندونيسيا